ربما حاجة لك من خارجين. عندما هذا الكلام معنى هذا الكتاب كله يحلل ضميرك ضمائمكم عيونه. الإمام الرضا يحفظها في مكان ما من الرسالة الذهبية ويقول للمأمون مقاطع حول الجسد. الجسد بمنزلة الأرض الطيبة، الجسد في مكان من الرسالة الذهبية كذلك الذهبية، ولكن ليست ذهبة مثل السلسلة الذهبية. يقول الجسد بمنزلة الأرض الطيبة. هل تموت الأرض الطيبة؟ سمعتم بأرض طيبة فيها نبل، أليس هذا النبل يرويها ثم تعطي ثمنا دائما؟ الجسد مثل بمنزلة الأرض الطيبة، فهي تمتلك طاقة فيها، طاقة حياة مستمرة، شرط أن بشرطها بشروطها وشرائطها. والله هذا الكلام الذي يقوله الإمام الرضا هو عين كلام الإمام المرتضى. إذا رجعت إلى الخطبة 197 في نهج البلاغة وقرأتم آخرها كيف يتحدث عن الأعضاء، أنا وضعت في أول كتاب فيشتا الألماني، يا دكتور برهان يا ريتك تحضرنا إياه بالألمانية، يقول أعضاؤكم شهوده وجوارحكم جنوده وضمائركم عيونه وحلواتكم عيانه. هذا الجسد الذي هو التربة الطيبة الذي ضميره عين الله، كيف لا يكون طاقة لا حدود لأعطائها؟ شرط أن أترك كيفية التحليل وكيفية الوصول إلى الطبيب ليقول لي ماذا أو يقول لنا ماذا ينبغي. كتب الإمام الرضا كثيرة، ما أدري إذا كان بالحاجة لأمثالكم أن يذكرون، لكن أذكر آية الله الوحي بتهذيب هربناه معنا. هذا الآية الله أقول أذكر آية الله الواحد بتهذيب هربناه معنا. هيك لاحظ المسألة. هذا التهذيب الذي كنا به مشتركين نعترف أمامكم ليغفر الله لنا، لأن الآيات المسيحية أو المنهج العيسوي المنهج المريمي منهج الطهارة الذي لا تدنس أبدا يقول بالاعتراف مطهر. فما سمحت آية الله الواحد كنا في مشهد الإمام الرضا في أي عام؟ قبل 10 سنوات على الأقل، يعني في مولد في سنة 1406، نحن الآن 1416، وقدمت يومها حديثا أو منهجا لا أدري، لا كان مولد الإمام الرضا المؤتمر العالمي الثاني للإمام الرضا، كان مولد الإمام الرضا، وحدثتهم يوم ذاك بعنوان تودد الرضا منهج لإحياء الأمر، نشروه ب 42 صفحة في كتابهم مجموعة الآثار. الواقع هو 42 صفحة لكن أفترض أنه 42 كتاب. لماذا؟ لأنني قدمت به منهجا لتعليم الأمر. مو رحم الله عبدنا أحيا أمرنا، رحم الله عبدنا أحيا أمرنا يتعلم علومنا ويعلمها الناس، قدمت به منهجا لكيفية إحياء الأمر وفق 7 درجات من التربية تتدرج بطلاب الجامعة سنة أولى إلى السنة السابعة، يعني 4 سنوات ليسانس و3 سنوات للدكتوراه مذكورة هنا. كيف نحيي الأمر في السنة الأولى من الجامعة ثم الثانية ثم الثالثة إلى الدكتوراه؟ طبعاً عندما نهتم بطلاب الجامعة يعني نهتم بتخريج المعلمين الذين يحيون الأمر. تعرفت إلى رجل أمريكي من 4 سنوات ترجم لي، يا الله يعطيني هذا الكتاب اليوم نجيبها الخمس لسماحة السيد على خمس تفسير من جناح القطب بالمكتبة إلى جوار أخيه القديم. هذا
خمس عمل اسمه سياسة الأنفس والدول، السيء مع الضحك. هذا خمس عمل اسمه نهج البلاغة بالفقه وشرحه العصري، وضعت به رسالة طبعا في ترجمات بلغات شتى، منها الآن 11 لغة فيها، وألف بين قلوبهم، وربما اليوم اتفقنا على أن 11 لغة. أولا لأن سورة اليوم سورة الضحى، غريب سورة الضحى رقم النزول 11 وعدد آيات 11 واليوم 11 11. وهنا في أول الكتاب وضعت البسملة بسم الله الرحمن الرحيم مع 11 لغة، وألف بين قلوبهم مترجمة إلى 11 لغة، وألف حتى نعرف أن الألفة هي التربية على الأمل. أقول أني استحضرت هذا الكتاب لأذكر لصديق أمريكي من 4 سنوات عندما نهتم بالجامعيين. لماذا؟ لأنهم يحيون الأمر في أماكن أخرى. الكبير المينسكي من مدينة اسمها فيرمونت بأمريكا، ولاية فيرمونت، كتب لي رسالة وضعتها في شرح نهج البلاغة. لماذا؟ لأنه يقول إنه استطاع أن يؤلف حوله 30,000 يستمعون إلى حلقات الفكر وإلى الطريقة المولوية، ومن 15 مدينة أمريكية. رسالة بتوقيع إدموند كبير هيلمينسكي كتبها من فيرمونت ليقول لنا إنني أحييت الأمر في أمريكا، وعندي الآن 30,000 يستمعون إلى ما نقوله عن آل البيت، وخصوصا هو الآن معلق كثيرا بجعفر الصادق وبالإمام علي عليه السلام. طيب نهتم بطلاب الجامعة ونضع لهم منهجا، ليس لأنه نفضلهم على هؤلاء الأطفال الشبان، لا، من أجل هؤلاء الأطفال نهتم بأولئك الرجال، نهتم بأولئك الرجال ليكونوا في خدمة هؤلاء الأطفال وليعلموهم الأمر إلى آخره. قبل أن أذهب أيها الشبان، ما رأيكم؟ شو كان الكلمة التي طلعنا؟ شو قلنا؟ فصلها مشهده روضة ربيع، عقلية هذه، مشهده يعني مشهد إمام رضا، مشهده روضة ربيع شلا بجنة تستعيدنا بعد، كأنما آدم بأسرته وربما من تجا ينال كرب. ثم يسأل الله تعالى لأبناء آدم وبنات حواء أجمعين في كل العصور وفي كل الأمكنة هذا الإحساس النقي بأنهم أولاد آدم الذي علم الأسماء كلها، وبأنهم أولاد آدم الذي طلب من الملائكة أن يسجدوا له، والسلام على خاتم الأنبياء والأنبياء وآله أجمعين. وعليكم ألف تحية والسلام، وكل عام وأنتم بخير. صلوا على محمد وآل محمد.